لو سمحت لو سمحت انتهينا انتهينا. عندنا لقاء مع الاستاذ خالد الروضان وزير التجاره والصناعه وايضا وزير الدولة دولة الكويت لشؤون الشباب مع زميلنا ومراسلنا المتميز عبد العزيز الحميد. يعطيك الصحة والعافية معالي الوزير. نقول لكم بعد هذا الخسارة نقول اللي أثرت على سيركم في البطولة، نقول المنتخب الكويتي فاز بالاستضافة فقط. احنا العكس، أكبر فوز هو فوز الاستضافة. يعني احنا قبل 19 يوم كان الأزرق موقوف يعني، والآن رفعوا الإيقاف وصدفنا. بلا شك اليوم كأس الخليج لم تعد مثل ما بالسابق، كأس الخليج تحتاج إعداد وتدريب و يعني يكون الفرق يعني متزهبة بشكل جيد. إن شاء الله يعني احنا الآن تكلمنا مع رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف، و يعني بنشوف شنو عنده خطة راح ندعمها ماديا وإداريا و ايش اللي يحتاجونه. نعتقد منتخبات كانت تلعب في كأس العالم، كانت بعضها متأهل لكأس العالم، طبيعي بلا شك اليوم هذا المنتخب تم تجميعه قبل 10 أيام، لذلك يعني يعطيهم العافية اخوان اللاعبين، لعبوا بروح عالية لم يوفقوا نعتقد، والأمور الفنية نترك المحللين الفنيين يعني، ولكن فعلا نجاح الاستضافة هو الأهم بالنسبة للكويت. يعني تحدثت مع اللاعبين فيه؟ لا ما ادري، اللاعبين اخواني واصدقائي يعني ابد يعني ما شدينا على روحهم المعنويه فقط لا غير يعني.